Welcome to my presentation. أنا راندا فايز جروب 59 H. هتكلم في البرزنتيشن عن السوبر ماركت تريكس والسايكولوجي اوف شوبينج. معظم السلايدز هتتكلم عن بعض التكنيكس المستخدمة في السوبر ماركتس to boost sales. وآخر سلايد خالص هتكلم فيها عن التوب تيبس to avoid overspending. قبل ما ناقش التريكس محتاجين نعرف ايه الهدف من التريكس دي. الهدف ده الحقيقة بيودينا لسؤال مهم قوي، ليه أنا ككونسيومر أو معظم الكونسيومرز لما بتدخل السوبر ماركت بتبقى عايزة تشتري أيتمز بعينها، بتلاقي نفسها اشترت أيتمز أكتر بكتير وصرفت أكتر بكتير من المفروض إنها تصرفه كبلانينج ليها. التريكس هي الإجابة عن السؤال ده، لأن ده مش صدفة إن أنا من ساعة ما بدخل السوبر ماركت لغاية ما بخرج مفيش حاجة بتحصل بالصدفة. والهدف من التريكس دي أربع حاجات. أول حاجة إنه أنكريز الشوبينج إكسبيرينس وخليها بليجنت وخليها ممتعة، بحيث إنه أقعد فترة طويلة جدا بلوز التراك بتاع التايم، وبالتالي أقضي وقت كبير قوي في الشوبينج بتاعي فأسبند مور ماني وبوست السيلز بتاع السوبر ماركت. اول تريك انا هبدأ بيها حاجة اسمها الانتي كلوكوايز دايركشن. ايه الانتي كلوكوايز دايركشن؟ ببساطة في دراسات اتعملت وجدت انه الكونسيومر لما بيمشي او حركته الموفمنت بتاعته بتبقى عكس عقارب الساعة، بيبقى ابطأ في الحركة وتعرفه على الديزاين والايتمز يبقى ابطأ عكس ما هو بيمشي مع عقارب الساعة. وبرغم ان الموضوع ده يعني في حد ذاته غريب وممكن يكون حاجة صغيرة قوي، لكن الحقيقة ان هو ممكن يفرق جدا في السيلز بتاع السوبر ماركتس. وكان في دراسة في امريكا اتعملت على سوبر ماركت بعينه، لو ان الناس اللي بتمشي عكس عقارب الساعة بتسبند 2 دولار زيادة عن اللي بيمشي مع عقارب الساعة، فبالتالي ده ممكن يكون حاجة بتساعد في ببساطة زيادة المبيعات للجروسري او السوبر ماركت. وده بيودينا لجزء كده احنا ما ناخدش بالنا منه، اللي هو الانترست بتاعه السوبر ماركتس. في انترست دلوقتي بقت من اليمين للشمال. لما يكون باب المدخل من اليمين ده ممكن يوجه او يخلي الكونسيومر يتجه اكتر ان هو يتحرك عكس عقارب الساعه، وبالتالي البيع يزيد. حاجه غريبه بس هي مثبت علميا. تاني تريك عايز اتكلم عنها هي السلو تيمبو باك جراوند ميوزك. استخدام باك جراوند ميوزك بطيئه الايقاع او الوتيره بتخلي الكونسيومر مور ريلاكس، وبالتالي بيخليه مستمتع اكتر وفي حاله هدوء تخليه يقضي وقت اطول في السوبر ماركت، فبالتالي البيع يزيد والبرودكت او الايتمز اللي هو كان بلاند ان هو يشتريها يشتري زياده عنها 100 مره. وعلى العكس في اماكن زي الفاست فود ريستورانتس مثلا لازم الباك جراوند ميوزك تبقى سريعه علشان التيرن اوفر بتاعه الاعداد تزيد. فالباك جراوند ميوزك دي ده سلاح ذو حدين، لو استخدم بطريقه مش صح ممكن يقلل البيع عن المفروض يتعمل. فبالتالي احنا محتاجين في السوبر ماركت ان الانسان يبقى ريلاكس، وبالتالي دنيته تبقى لطيفة، فبالتالي ان هو يزود المبيعات للسوبر ماركت. واحدة من اهم التريكس الحقيقة اللي عايزة اتكلم عنها هي السوبر ماركت لاي اوت. والمقصود باللاي اوت مش الديزاين الداخلي، مش مجرد ديزاين داخلي للسوبر ماركت، لكن مقصود بيه هو السمارت بليسمنت بتاعة الايتمز بتاعتي في الشلفز وفي اللوكيتورز من أول ما بدخل السوبر ماركت لغاية لما بخرج. السوبر ماركت الحقيقة محدش بيبلوك الطريق بتاع أي كونسيومر في السوبر ماركت، هو بيصرف منتهى الحرية، لكن الحقيقة إن هو موجه والبرودكتس اللي محتاجة يتعمل لها بوش هو فعلا بيحصل بوش من خلال الحركة بتاعة الكونسيومر بالتكنيكس المستخدمة دي. الحاجة المهمة اللي أنا عايزة بس أقولها في السلايد دي إنه الدراسات كتيرة اتعملت عشان تدرس حركة الموفمنت بتاعت الكونسيومر، ولقت إنه معظم الناس
بتتجه اكتر للانفايرمنت الخارجيه او الاوتسايد بارامتر، المحيط الخارجي بتاع اللاي اوت، مش بتدخل جوه قوي في اللينز الا اذا كان في برودكت معين هي محتاجة. عشان اكمل فكره اللاي اوت، بنلاقي ان معظم السوبر ماركتس في المدخل بتاعها او الفيرست شوبينج زون بيبقى الفروتس والفيجيتابلز سيكشن، وكمان بيبقى فيه ركن للبيكري. الحقيقة إن ده بيعزز جدا السنسوري سيستم، بيخاطب السنسوري سيستم بتاع الكونسيومرز من ناحية الكالرز بتاعت الايتمز، يعني الفروتس والفيجيتابلز كأشكال وككالرز وكطريقة عرض، وكمان البيكري كسميلينج. كل ده بيخلق كومبيتيتيف ادفانتج وبيخلق بوزيتيف ايموشنال كونكشنز مع المكان. في حاجة تانية مهمة عايزة يعني أتكلم فيها، إنه من الأفضل إن أنا أتعامل مع اللي أوت مش على إنه لي أوت واحد، من الأفضل أن أتعامل معاه وخصوصا في السوبر ماركتس الكبيرة أتعامل معاه على إنه different zones، كل زون أعمل لها ماركتينج استراتيجي مختلفة. ده هيساعد كتير قوي في الانكريزنج بتاع السيلز للسوبر ماركت. بعد ما اتكلمت عن أهمية اللي اوت، هل معنى ده إن أنا أخلي اللي اوت بتاعي ثابت والبليسمنت بتاعة الأيتمز موجودة طول الوقت في نفس الأماكن؟ الإجابة لأ، لأنه الحقيقة إن التشينج مطلوب حتى في الألوكيشن بتاع الأيتمز والسمارت بليسمنت بتاعتهم. ليه التشينج مطلوب؟ لأن أنا ككونسيومر لو أنا عارفة مكان الأيتم اللي بشتريه كل مرة هروح له على طول، وممكن ان انا ما اطولش في السوبر ماركت، وده مش من ضمن الاهداف اللي الماركترز بيعملوها علشان تبوست السيلز. فبالتالي تغييري المستمر الفريكوينت تشينج سواء على مدار شهر او على مستوى كوارتر، ده هيساعد انه المبيعات تزيد، لان انا هيخلي الكونسيومر يبتدي يتعرف على اللي اوت من اول وجديد، وبالتالي هيبوست السيلز. لكن المفروض ان الموضوع ده يتم بطريقة سمارت علشان ما يحصلش فرستريشن للكونسيومرز، ولازم برضو يتم من خلال ان انا الساينس تبقى محطوطة بطريقة كويسة، فبالتالي ما الدنيا ما يحصلش فيها ملل، ومع الوقت ان انا ما بقاش بزور السوبر ماركت ده. اي ليفل از ذا باي ليفل، دي تريك نمبر 5. يعني ايه الكلام ده؟ ببساطة أنا بشتري الحاجة اللي على مستوى نظري أنا ككونسيومر، بشوف البرودكتس في اللوكيتورز في الشلفز اللي على مستوى نظري، مش ببص فوق قوي في الروز اللي فوق، مش ببص تحت قوي في الروز اللي تحت، إلا لو أنا بدور على برودكت بعينه ومتمسكة بيه. لكن الحقيقة أنه مش شرط أن الأيتمز اللي على مستوى نظري دي تكون الأيتمز الأفضل بالنسبة لي أو الأيتمز اللي أرخص بالنسبة لي، لكن في النهاية السوبر ماركتس هم بيعملوا بوش للأيتمز دي اللي هم عايزين يبوستوا السيلز بتاعتها على مستوى نظري. أجين مفيش أي حاجة بالصدفة. طيب ولو رجعنا للفرق بين الكاستمرز والكونسيومرز، الكونسيومرز هم اللي بيستهلكوا الأيتمز لكن مش شرط هم اللي بيشتروها أو عندهم البرتشيزنج باور لشراء الأيتمز دي. مثال زي كده الأطفال، أنا ليه الأطفال بتعامل معاهم من خلال تاني رو او تالت رو في اللوكيتورز بتاعت اللي اوت؟ لان انا محتاجة ان الايتمز بتاعت الاطفال تبقى على مستوى نظرهم هم، مش على مستوى نظر الاب والام، لان هم دول الكونسيومرز بتوعي وهم دول اللي هي اثروا على الاب والام علشان يشتروا الايتمز بتاعت السوبر ماركتز بتاعتي. في حاجة تانية مهمة جدا، انه فعلا الايتمز اللي هي بتبقى محطوطه في الروز العاليه في الروز اللي تحت خالص بتبقى متعبه جدا للكونسيومر العادي ان هو يعني ان هو يبص عليها او تلفت انتباهه، لان هي الحقيقه فيزيكال وايز هي متعبه. قد يكون الموضوع فعلا احنا ما بناخدش بالنا منه او صغير قوي، لكن حقيقه بيفرق في الديسيجن بتاعنا في البيرتشيز بتاع الايتمز. حاجة أخيرة، وإحنا حتى على الكاونتر وإحنا خلاص بنشتري الأيتمز بتبقى لوكيتد على مستوى نظرنا عشان نزود السيلز بتاعتنا. أجين مفيش أي حاجة بتحصل بالصدفة.
التريك اللي في السلايد دي اسمها هانجر جيمز. معناها ببساطة ايه؟ معناها انه الكونسيومر لما بيدخل السوبر ماركت وهو جعان، مشترياته بتختلف كتير عن لو هو شبعان، ودي حقيقة مثبتة علميا. بس اللي اكبر من كده انه البرتشيزنج بتاع الكونسيومر مش بس بيبقى للحاجات اللي هي الفود ايتمز، كمان بتبقى لاي ايتمز، وبيبقى فيه انترنال مسج بتوصل للعقل الباطن بتقول له انه بتتحول من كلمه اي وانت فود لاي وانت. طبعا كل التكنيكس وكل التريكس وكل اللي احنا بنتكلم فيه في البرزنتيشن بتساعد على الجوع، بتساعد على انه حتى لو الانسان مش حاسس ان هو جعان هيحس ان هو جعان. فدي من ضمن التريكس المستخدمة واللي فعلا بتثبت يعني تأثير كبير قوي، في سواء على مستوى الايتمز اللي بتتباع او على مستوى السيلز اماونت. التريك السابعة اللي هتكلم عنها هي المالتي باي اوفر. والمالتي باي اوفر ببساطة ان انا بشتري عدد اكبر من الكوانتيتيز لنفس الايتم بس بديسكاونتد برايس. طبعا الاوفرز بتبقى واضحة جدا في السوبر ماركتس، ودايما بتبقى باللون الاحمر، لان اللون الاحمر دايما بيدي احساس بالارجنسي، ودايما بيتريجر اكشن، يعني دايما بيدفع للاكشن اللي هي طبعا ان انا اروح اشتري. بعض السوبر ماركتس مع الاسف بتعلي اليونت برايس بتاع الايتم قبل ما تدخله في الاوفر، وبعد ما الاوفر يخلص بترجع تنزله تاني. ساعتها الاوفر ده بيبقى يعني مش حاجة حقيقية، لان ببساطة لو رحت اشتريت الايتم ده من جروسري تاني هلاقيه بسعر اقل، بس هكون دفعت مبلغ اكبر في الكوانتيتيز الاكبر. لو اليونت برايس، يعني لو السوبر ماركت مش هتعلي اليونت برايس، ساعات بعض الاوفرز بتتحط كانها اوفرز بس هي في النهايه بتتكلم بنفس اليونت برايس. يعني لو سعر الايتم دولار هيقول لي باي 1 فور 1 دولار او باي 10 فور 10 دولار، يعني في النهايه the same price as لو انا هشتري كوانتيتي واحده. ده في بعض برضو السوبر ماركتس بيستخدموا التكنيك ده، لكن الطريقه بتاعه الاوفر او طريقه العرض نفسها هي اللي بتخليني احس انه فعلا في اوفر، وممكن ما يبقاش في اوفر خالص. تريك نمبر 8 هي السايزبل شوبينج كارت. الحقيقه ان دي سمارت تول تو باي مور. ببساطة أنا ككونسيومر لو أنا واخدة معايا شوبينج كارت كبيرة اللي هي أصلا يعني السايز بتاعها كبر 3 4 مرات عن من 20 30 سنة فاتوا، كل ما يبقى معايا شوبينج كارت أكبر ببساطة كل ما هشتري أكتر. في جزء كمان السوبر ماركت بتشتغل عليه، إنه مش معقولة إنه الكونسيومر هيبقى ماسك شوبينج كارت كبيرة ويحط ايتم صغيرة فيها، ده بيدي احساس بالاحراج في بعض الاحيان، فبالتالي ان انا بضطر ان انا احط ايتمز كتيرة عشان املأ الشوبينج كارت بتاعي. اتعمل ليه بدايل اللي هو بقى سايز اقل للباسكت، والباسكت في الاول كانت بتتشال بالايد، دلوقتي بقى في عجل عشان ابقى مرتاحة اكتر في القصة دي. بس في دراسة ظريفة جدا اتعملت، لقوا انه التشوبرز لما بيمسكوا باسكت بايديهم قبل ما يتعمل موضوع العجل ده ان هو يبقى مريح، بيبقوا more likely to fill it with unhealthy food، كحاجة في ال unconscious mind to reward ان هم مستحملين ان هم يشيلوا الباسكت ويعملوا شوبينج بيه. فايفن الباسكت، حتى الباسكت الصغيره اللي هي مش بعجل برضو بيبقى ليها ايفكت على البيع وبتبوست السيلز زي الشوبينج كارز بالظبط. في السلايد دي احنا هتكلم عن الفريش فود بريبريشن. في دلوقتي في السوبر ماركت سيكشن كده بيبقى فيه الاكل
الخضار والفاكهة متحضرة ومغسولة ومتقطعة وجاهزة، على سواء الفاكهة جاهزة على الأكل أو الخضار جاهز على إن هو يتعمل. الحقيقة إن الأكل ده مش صحي، على عكس ما الصورة بتبقى واضحة. الأكل ده بيبقى تقطيعه، ما بين تقطيعه وبين إن أنا بشتريه بيبقى فيه فترة زمنية، في الفترة الزمنية دي ممكن يفقد فيتامينز كتيرة قوي من مكوناته، وبالتالي ما بيبقاش أكل هيلسي. الفكرة إن أنا بدفع فلوس كتيرة أكتر من الفلوس اللي بتدفع لو أنا جبت الأكل مش متحضر، وكمان بفقد يعني جزء كبير من صحته بسبب إن هو متقطع سابقا. يعني الحقيقة إن ده مش موجود في الأكل الفروزن، لأن الأكل الفروزن بيحتفظ بالفيتامينز بتاعته. هو غالي برضو، بس على الأقل أنا مش هفقد الفيتامينز اللي موجودة فيه. بعد ما اتكلمت عن مجموعة من التريكس المستخدمة في السوبر ماركت، طبعا أنا بتكلم عن جزء منها لكن مش كل التريكس والتكنيكس المستخدمة، لأن كل يوم كمان بيبقى فيه حاجات جديدة ومختلفة. يعني حابة ان انا في السلايد دي ان انا ادي بريف ازاي، توب تيبس كده ازاي افويد الاوفر سبيندنج لما بروح اعمل شوبينج بتاعي. اول حاجة انا لازم اكون عاملة بلاننج للشوبينج بتاعي، ويبقى معايا شوبينج ليست احاول ان انا مخرجش عنها. الحاجة التانية، ممكن انا listen to my own music while shopping، مش لازم ان انا ابقى تحت تأثير الباك جراوند ميوزك بتاعت السوبر ماركت. مش لازم برضو وانا بعمل شوبينج ابص على كل حاجة، لازم اشوف مش بس يكون اتجاهي في المحيط الخارجي للاي اوت، لا محتاج ان انا ادخل في اللينز واشوف البرودكت واشوف كل انواع الايتيمز. مش لازم خالص ان انا اروح السوبر ماركت وانا جعانة، حتى لو مش هلحق اخد الميل بتاعي ممكن ان انا اخد سناك قبل ما اعمل الشوبينج بتاعي. مش لازم استخدم شوبينج كارت، ممكن اخد باسكت لو انا مش عايزه اصرف كتير. مش كل حاجه، مش كل البرودكتس اللي ابص لها تبقى على مستوى نظري، ممكن ابص في الروز اللي فوق والروز اللي تحت واشوف ايه الايتيمز المختلفه. مش لازم اشتري اكتر من احتياجاتي حتى لو الموضوع فيه اوفر، الا اذا كان الاوفر يستاهل وانا اكون عامله كومباريزون، برايس كومباريزون اونلاين مثلا بين الجروسري دي والجروسريز التانيه، واشوف هل الموضوع يستاهل ولا لا. دايما خلي فيه كالكوليتر كده في يور مايند، يعني محتاجه ان انا دايما ابقى حاسبه اليونت برايس عشان اقدر اتحقق ان اذا كان الاوفر ده يستاهل ولا لا. بالنسبة للفروت والفيجيتابلز، الأفضل إن أنا أشتريهم من غير ما يكونوا متقطعين أو جاهزين، لأن ده هيبقى مور هيلثي بالنسبة لي. Finally, I would like to thank you، وأتمنى إن أنا أكون عملت إضافة كويسة، وفي document attached بالبرزنتيشن فيها الريفرنس اللي أنا استخدمتها في البرزنتيشن بتاعتي. Thank you.